كنشكرو بزاف، وحتى الشكر ما عنديش كيفاش غادي نقولوا لي. الجزاء ديالو راه عند الله. الله يرحم ربي يخلي لي وليداتو، والله يستروا، والله يحمي لشبابه، والله يخلي فوق راسنا. الله يرحم ربي يخلي فوق راسنا، والله يحميه. هذا ما نطلبوا ما نقول لي، حنت عاجزة على ما نقول، كثير ما نقولوا كل شيء تودر. الله يرحم ربي يخليه فوق راسنا، والله يخليه لينا. انا كنت كنسمع بيه، كنت كنسمع بيه من الناس، وكنت كنسمع بيه في اليوتيوب، وكنت كنسمع بيه بزاف من، ودابا زدت تاكدت وشفت الخير على يدي، حيت هو اللي منقذ بنتي، هو اللي نقذها ليا. ما كره بنتي في التشرد، كره بنتي ولات شمكاره وما عندهاش اللي يهز ليها الوليد، ما عندهاش العوين الا يديها. حاليا ما كاينش اللي يهز ليها، با مريض وانا مريضه، ما عندنا حتى واحد الا هي كانت المعينه ديالنا. دابا راه كلشي ضربوا لنا في الزيرو، كلشي خسروا لينا. كنطلب من الله سي وسيدي ربي هو اللي يحمي هذا السيد، هذا اللي وقف ليا مع بنيتي دكتور تازي. ولكن الظلم راه كثير، الظلم كبير في المغرب، الظلم في المغرب بزاف. ولا كلشي تعسف، ولا كلشي كيضرب، واللي خرج من الحبس كيبدا يقتل في عباد الله. حشومه وعيب وعار، عيب وعار، حشومه هذا الشيء اللي كيدير البشر في البشر. اش هذا الشيء؟ اش هذا الظلم؟ ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله ينصره، والله يحمي ويحميك ويسترك، الله يسترك ويحميك. الله يخليك فوق ريوسنا، الله يخليك فوق ريوسنا. ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله، تبارك الله عليكم.